انا وكابتن محافظ ان احنا عملنا افتتاحات في المحافظه بالاضافه الى الملتقى والحوار الشبابي اللي هيكون موجود، بس احنا النهارده الحقيقه في ابوتيك بنفتح احد نماذج مشروعات الدي او دي او حق الدفاع. زي ما احنا شفنا كده ده يعني شبابنا واولادنا بييجوا يتوقع خاص مع مركز الشباب بيعملوا المنشأ الجميل دوت، وهو اللي بيدير وبيدي وقت للمركز في الحقيقة وبيطلع نماذج جيدة جدا من ولادنا. التنورة الفنون الشعبية طلايع مركز شباب. اتفضل يا فندم.